احنا في اليوم دايما بنتابع الحوار الوطني واهم المخرجات اللي بتصدر عنهم واللي بنلاقيها في بعض الاحيان الحقيقه بيكون هناك استجابه سريعه من الدوله في تنفيذها. هنروح للجنه الدين العام لان الحقيقه المحور الاقتصادي داخل الحوار الوطني عقدوا جلسه غايه في الاهميه، هذه الجلسه كانت بعنوان الدين العام الاشكاليات وحلول ضمن اعمال لجنه الدين العام وعجز الموازنه والاصلاح المالي. كل المشاركين في الجلسه استعرضوا طبعا التحديات اللي بتواجهها الدوله المصريه بسبب زياده معدلات الدين العام في ظل ما تمر به الاقتصادات العالميه من ازمات اقتصاديه وسياسيه وما لها من تداعيات على الدول الاخرى واللي احنا منها مصر. تطرقت اللجنة وتطرق المشاركين فيها إلى العوامل اللي بتسبب في زيادة هذا الدين وإزاي يتم معالجته ومعالجة معدلاته وإزاي يتم سد العجز في الموازنة العامة للدولة وإزاي ندعم الاستثمار ونزود حجم الصادرات. الحقيقة هم قدموا عدد من المقترحات والحلول وإحنا بصدد مناقشتها دلوقتي مع يعني هاتفيا طبعا مع الاستاذ طلعت خليل مقرر لجنه الدين العام وعجز الموازنه بالحوار الوطني. برحب بحضرتك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم ومشاهدينك. اهلا بيك وعايزين نتعرف من حضرتك على ابرز المقترحات والحلول المقدمه من المشاركين في اعمال الجلسه لخفض الدين العام. هو طبعا ابرز الملاحظات طبعا الدين العام تفاقم بشكل شديد جدا. وخصوصا في اخر 6 سنوات يعني ارتفع الدين الداخلي بنسبه 109% والدين الخارجي ارتفع بنسبه 600%. طبعا ده ليه اسبابه، يعني الاسباب الاساسيه انت عندك مصروفات حتميه لابد هتصرفيها، عندك حمايه اجتماعيه لابد ان الحكومه توليها اهتمام كامل، وبالتالي توسعنا في هذه الديون. طيب توسع في هذه الديون يعني بيلقي ظلال ثقيله بشكل غير عادي على الخدمات التي تؤديها الدولة سواء من تعليم سواء من صحة وإلى ذلك من كل الأمور أو أجور بتدفع. فطبعا ده النهاردة احنا يعني لجنة الحوار الوطني في الدين العام شافت أن الدولة خلال ال6 سنوات اللي فاتت صرفت كتير في المحور، محور الحماية الاجتماعية ومحور الخدمات المقدمة للمواطنين، صح كده؟ طبعا ده ادى الى تفاقم العجز بشكل غير عادي. يعني احنا مطلوب مننا في موازنه 23-24 هنسدد القروض اللي حل اجلها بما يعادل تريليون و315 مليار وهنسدد كمان فوائد الدين اللي حل اللي في هذا العام حوالي تريليون و120 مليار، يبقى احنا بنتكلم في 2 تريليون و435 مليار. تمام، يبقى لازم نقف هنا وقفه بقى انه المقرضين سواء المقرضين الخارجيين او طبعا الاقتراض المحلي ده بيبقى بسندات وزون خزانه من البنوك، لابد ان احنا نوقف دوت بشكل ما ناخدش قروض الا للحاجات الملحه ضروريه جدا. ده في القادم. اما فيما سبق طبعا علينا ان احنا نشوف القروض اللي بتيجي ازاي، ان احنا النهارده يبقى في اتفاقيات ثنائيه مع المقرضين بحيث ان احنا نحاول ناجل الديون اللي تمت في الفتره السابقه عشان ما تضغطش على الموازنه العامه للدوله. انا مش معقول هدفع 2 تريليون و435 مليار بما يعادل الايراد اللي جايني. تمام، طب انا هصرف على بقيه اوجه الانفاق. طب ايه الحلول اللي تم طرحها وقابله للتنفيذ دون الاخلال من جانب الدوله تجاه مواطنيها من تقديم خدماتها وحمايتهم اجتماعيا نظرا للظروف اللي العالم كله بيمر بيها؟ اولا هناك بعض المشروعات القوميه اللي نقدر نحاول نوقف الصرف عليها ودي فيها مكون دولاري نقدر نوقفها. نقدر نعمل اتفاقيات مع الصناديق العربيه والدوليه اللي هي ادتنا قروض ان احنا ناجل السداد بدون ان يترتب على تاجيل السداد فوائد زياده. ده ممكن نخش في مفاوضات في دوت. بالاضافه في اللي جاي ان احنا ما نحاولش نقترض وندور على موارد حقيقيه بعيدا عن الاقتراض باذون وسندات خزانه، يعني في اللي جاي لازم نوسع ايرادات الدوله. من ضمن توسيع ايرادات الدوله طبعا طلع ما يسمى سياسه ملكيه الدوله بطرح بعض المشروعات في البورصه وطرح بعض المشروعات الاخرى لتكوين حصيله نقدر نعالج بها هذا الامر. كل هذه الامور تم تداولها. طبعا هو امور طبعا مربكه جدا وشائكه جدا محتاجه عقلانيه في الفتره القادمه،
ومحتاجه تضافر كل جهود المخلصين لهذا طب الوطن. خليني اسالك سؤال يا استاذ طلعت، لاني يعني ما اقترحته، اعتقد ان احنا تابعنا دوت من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي لم في المؤتمرات الدوليه، لما طرح يعني على سبيل المثال في مؤتمر الروسي الافريقي مع طبعا قاره افريقيا، راينا الرئيس وهو بيتحدث عن فكره تبادل ديون، رأينا أيضا في إعادة الهيكلة وجدولة الديون على الدول الإفريقية، وإحنا مصر ده جزء منها. إيه الجديد اللي قدمته الحوار الوطني ولجنة الدين العام؟ هناك طبعا مقترحات على قروض الهيئات والمنظمات التمويل الدولية. يعني أنا عندي مثلا قرض هيئة التنمية الدولية، قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قرض البنك التنمية الإفريقي، قروض البنك الإسلامي للتنمية، قرض بنك الاستثمار الأوروبي، قرض البنك الاوروبي لعاده التعمير، وصناديق التمويل العربيه زي وصناديق التمويل الدوليه. كل هذه هؤلاء المقرضين لابد ان احنا بالفعل لابد من عمل معاهم بروتوكولات تعاون اخرى، بحيث ان احنا نحاول نمد اجل الدين بشكل او باخر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فالقادم لابد ان النهارده يتحط سقف للدين. انا لن اترك الحكومه تستدين بدون ان نضع لها سقف. طيب هناخد القروض دي نشغلها في حاجات استثماريه، انا مش هدي جهه قرض، انا هنا بتكلم على الدين الحكومي وليس بتكلم على دين الهيئات الاقتصاديه او ديون شركات قطاع الاعمال العام، احنا بنتكلم على الديون الملزم بسدادها الخزانه العامه للدوله. تمام. انا النهارده لازم احط سقف لده، مش هختارت الا للضروره القصوى. طب عشان نحط سقف لده لابد من وجود لجنه لاداره الدين بشكل قوي وفعال، عليها ان تقيم لما اجي اخد قرض من بره يبقى القرض اللي باخده ده قرض ملح، رقم واحد. رقم اثنين، الجهه اللي سوف تمنح هذا القرض تقول لي هي وسيله سداده، لان النهارده الخزانه العامه للدوله مقبله بقى غير طبيعي. كل هذه الامور محل دراسه، محل مناقشات في داخل اللجنه. سوف تكون هناك لجنه مصغره لاخذ كل ما دار في الجلسه السابقه بالخاصه بالدين، ان احنا النهارده نحاول نجد اليات عمليه وفعليه لاعطاء الموازنه بعيدا. النهارده الايرادات كلها تروح لسداد القروض والفوائد. يعني النهارده الحقيقه كتير من المقترحات اللي تم ارسالها في السابق من قبل الحوار الوطني يا اما تم الاخذ بيها في الاعتبار في الفتره الماضيه واحنا شفنا ده، أو تنفيذ بعضها وإحنا شفنا برضو ده على أرض الواقع. بنتمنى كل التوفيق لكل المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ في كل لجان طبعا الحوار الوطني، خصوصا لجنة الدين العام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.